أغلب الاستشارات اللي بتجي من الأفراد اللي هي دائما في قضايا الأحوال الشخصية، قضايا الزواج، قضايا الطلاق والحضانة، وكمان أحيانا تجينا بعض القضايا الخاصة بالجرائم الإلكترونية. نعم يكون مثلا في شخص وردت له رسالة فيها إساءة أو فيها نص مثلا مسيء له، أو أو نص ابتزاز كمان. أو نص نعم أو أحيانا يكون في ابتزاز. أحيانا الشخص يتعرض لكثير من الاحتيال الإلكتروني من بعض الشركات الوهمية، نعم أيوة الموجودة اللي أونلاين. هي بسموها شركات المضاربة المالية دائما. وكمان الأفراد بيجونا برضو كمان في بعض القضايا المالية أو المطالبات المالية في تعاملاتنا التجارية. وكمان في نفس الوقت بيجونا أفراد بيكون مثلا هو مؤجر لأفراد أو ما أدوا استحقاقاته المالية، أو هم طالبهم مثلا بالإخلاء ورفضوا إنه نعم يخلوا المنزل أو يخلوا البيت المؤجر له. فدائما بتجينا قضايا بتاعت الأفراد دائما في قضايا العقارات والإيجارات والتعاملات المالية. كمان في برضو بعض القضايا مثلا في المستندات المالية، أحيانا الشخص يكتب لي شخص مثلا سند لأمر أو يكتب لي كمبيالة ويتأخر في سداد أو يتأخر في تنفيذه، فبعدك بيجي الفرد بيشتكي بيطالب بحقوقه.